أتحدى كل المخابرات لو حافظ الأسد موجود لتحديك. أبى رياض الترك إلا أن يتمم عام 2023 كاملاً قبل أن يفارق دنيانا إلى مثواه الأخير في العاصمة الفرنسية باريس التي وصل إليها عام 2018 بخطوات مثقلة وبقلب بقي في سوريا. رغم البعد عن هذا المكان، هذا البلد، يرحل المناضل رياض الترك بعد 94 عاماً قضى أغلبها معارضاً ومحاولاً تغيير ظروف بلاده السياسية إلى الأفضل، فعارض ثلاثة أنظمة واعتقل من قبل أجهزتها عدة مرات مقدماً لفكرته ووطنه عشرات السنين في السجون. درس ابن العم أو مانديلا سوريا كما يلقبه السوريون في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على إجازة في المحاماة عام 1958. اعتقل لانتقاده نظام أديب الشيشكلي، ثم اعتقله جمال عبد الناصر عام 1960 خلال الوحدة بين سوريا ومصر. أما أقصى اعتقالاته وأطولها فكانت في عهد حافظ الأسد وحزب البعث عام 1980، والتي استمرت 18 عاماً معظمها في سجن انفرادي ليخرج من هذه التجربة منهكاً جسدياً، لكن عزيمته كانت ثابتة متابعاً معارضته لنظام الأسد. من أجل نقل البلاد من حال الاستبداد والتسلط إلى حال الحرية والديمقراطية. عمله السياسي ومعارضته كانت من خلال الحزب الشيوعي السوري الذي انضم إليه بعمر 22، ثم تقلد منصب عضو في المكتب السياسي للحزب عام 1969، ثم تقلد منصب الأمين العام للجناح السياسي للشيوعي السوري عام 72 بعد خلافات مع رفاقه، مستمرا بهذا المنصب حتى بعد أحداث حماة بين حافظ الأسد والإخوان المسلمين ولغاية عام 2005. حتى لا تكون سوريا مملكة للصمت، كان صوت رياض الترك عالياً في معارضة الدكتاتورية في معقلها، فمن العاصمة دمشق هجا حافظ الأسد حين وفاته قائلاً مات الدكتاتور، ليعيده بشار الأسد إلى السجن مجدداً لسنتين ونصف سنة. الترك كان من أبرز الموقعين على إعلان دمشق الذي صدر عام 2005، كانت تطالب بالتغيير الديمقراطي في سوريا، ولم يتأخر في دعمه لثورة السوريين عام 2011، ونقل عنه قوله: ثورتنا سلمية شعبية ترفض الطائفية، والشعب السوري واحد، لا تنازل ولا تفاوض بشأن الهدف المتمثل بقلب نظام الطاغية. نحن على موعد مع الحرية. ذكرتني بحافظ الأسد. رفض الترك مغادرة دمشق رغم كل المضايقات، وحتى عندما غادرها إلى عاصمة النور ترك إرثه وقلبه وعقله هناك، هناك حيث بدأ حلمه بتغيير واقع السوريين من الاستبداد إلى الحرية والكرامة، من حكم العسكر ورصاصهم إلى حكم الشعب وديمقراطيتهم. ترجل الرجل تاركا وراءه دروبا من النضال سيسلكها السوريون حتى نهايتها. يعني قبضوا على جزوة النضال اللي عجزنا نحن أن نقبض عليها. وفي نعي الترك خط ساسة ومثقفون سوريون، كلمات وذكريات لا تنتهي في مسيرته النضالية ومواقفه الوطنية التي أمضاها ابن العم سوريا وطنيا يرفض الظلم وحكم الطغاة، حالما طامحا بسوريا الحرية والكرامة.